رجلة تليفون من واحد من الناس اللي شغلتها الكلام ده، وواحد من المختصين والاخصائيين في الكلام ده، عشان نكلمهم ونسالهم الكلام اللي انا بقوله ده حقيقه ولا لا. دكتور جمال فرويز، اخصائي الطب النفسي واستشاري الطب النفسي بالاكاديميه الطبيه. دكتور جمال، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ ربنا يخليك يا كابتن. حضرتك كنت سامعني في الكلام اللي كنت بقوله ولا لا؟ تمام يا فندم. هل انت فعلا، هل فعلا دي حقيقه، ان لما فريق او مجموعه او شخص يحط هدف قدامه ويكون طاقه ايجابيه حواليه او حوالين المجموعه ان هو هيحقق الهدف ده، ده فعلا ممكن يكون طاقه ان الهدف بتاعه يتحقق؟ بص يا فندم، ارجع للولايات المتحده الامريكيه لما بتسافر في اي بطوله اولمبيه. تمام. شوف كم طبيب نفسي بيبقى موجود، وشوف كم اخصائي نفسي موجود، وشوف الصور اللي بيحطها لهم. هم بيحطوا لهم ايه الصور اللي في الاوضه؟ الميداليه الذهبيه او للفريق الجماعي الكاس. انت جاي عشان ده بس. دي حاجه، ان انت لما بتكسب مره في الثانيه في الثالثه يبقى الهدف بتاعك خلاص، الكونديشن بتاعك، التعود بتاعك هو المكسب بس، الطاقه الايجابيه بتاعتك موجهه. احنا دايما يا فندم لساننا دايما لما كنا بنقول اللاعب الكوره في 30% مهاره فنيه عاليه جدا، 30% مهاره بدنيه عاليه، بعدين المهاره النفسيه. المهاره النفسيه دي اللي بتتحكم في اللاعب، النهارده بتخليه في السماء وبكره بتخليه للاسف مستواه مش فهو، اللي هي الناحيه النفسيه. كل ما بتدعم الناحيه النفسيه وكل ما بتتعود ان انت لازم تكسب، انت نازل عشان تكسب. هو ده احنا ليه دايما بنقول في فرق بين الاهلي والزمالك وبقيه الفرق. الاهلي والزمالك كانوا بينزلوا عايزين نكسب. بقيه الفرق نازله يا رب تعادل، يا رب خساره بفرق جون ولا جونين. ما ينفعش. ربي ابنك على مكسب. انا بحط له هدف تارجت، التارجت ده لازم تحققه. طول ما انت هتمشي للهدف ده وتحققه مره في الثانيه، بتتعود ان انت تكسب، وبتتعود يبقى المكسب ده حاجه سهله بالنسبه لك. طب دكتور جمال، دكتور جمال معلش بعد اذنك، طب هل انت دلوقتي شايف ان مثلا مهم في الانديه دلوقتي ان يبقى جزء من السيت اب بتاعهم او التحضير بتاعهم ان يبقى معاهم سبورت سايكولوجيست او طبيب نفسي رياضي متخصص، ان هو يعني يعمل يشتغل على اللعيبه على الستيت اوف مايند وعلى حالتهم النفسيه، وازاي ان هم يحطوا تارجت لنفسهم ومهما، او هدف لنفسهم ومهما حصل، ان هم يفضلوا يحاربوا على الهدف ده. هل انت شايف ان مهم ان زي ما بنشوف طبعا في كل الانديه الاوروبيه الكبيره وكل المنتخبات الكبيره في الالعاب كلها المختلفه، ان في سبورت سايكولوجيست او طبيب نفسي رياضي جزء مهم جدا من الكرو او التيم اللي شغال بيساعد اللعيبه ان هم يوصلوا لاهدافهم؟ بص يا كابتن، انا قعدت مع كابتن ديفيد ماكاي في نادي الزمالك لو تفتكروا. طبعا ديفيد ماكاي، سير ديفيد ماكاي، 92. وكان بعض الاعضاء الجهاز الفني معاه يقول لك لا احنا مش عايزين دكتور نفسي، احنا بنقدر ندعم اللعيبه نفسيا، احنا اللي بنقول لهم شد حقكم يا اولاد. يا اخوانا الموضوع مش كده خالص والله. يعني انا في لعيبه، هذه اللعيبه كان مفروض مستواها حاليا عالمي في مصر هنا، سواء حراس مرمى سواء لاعبين ومعروفين بالاسم، وسيادتك هتبقى عارفهم اكتر مني، مشكلتهم كلها نفسيه. هنا في دور للطبيب النفسي وفي دور للاخصائي النفسي الرياضي. الاخصائي النفسي الرياضي هو المسؤول عن العزيمه والدعم النفسي خلال التدريبات واثناء المباريات، والطبيب النفسي عليه بيزيل كل المشاكل النفسيه العالقه اللي بتيجي للعيب. بالذات ان لعبه الكوره فيها ابس اند داونز كتيره جدا. اللعيب مره بيلعب، مره بيقعد احتياطي، مره النادي مشاه، مره استغنوا عنه، مره مصاب، مره الاصابه جات له تاني، مره بقاله 10 ماتشات ما بيجيبش جوان، كلها مطبات بيحتاج حد يسنده ويسبورت من الناحيه النفسيه عشان يقدر ان هو يرجع في افضل لافضل مستوى ليه. ده دور الطبيب النفسي يا فندم. انا بقول لسيادتك، انا كان عندنا حارس مرمى كان مرشح يكون من اعظم حراس مرمى العالم. مين؟ النهارده الانديه بتستغنى عنه ليه؟ عشان المستوى الفني بتاعه، الاصابات اللي بتجيله في المباريات الكبيره.
وكلنا بنغمض عينينا ان دي اصابات نفسيه. عندنا لعيبه عاليه جدا جدا جدا. قصدك احمد الشناوي؟ احمد الشناوي دي كاتك عرفته. عندنا لعيب ما بيستوى مثلا لعيب زي شيكابالا. هذا اللعيب هل نختلف عليه اثنين ان ده ممكن يكون مستواه عالمي زي احمد حسام ميدو في يوم من الايام؟ لا انا نفسي بقول ان انا كنت اتمنى ان الزمن يرجع بيا عشان وانا بلعب استعين بطبيب نفسي رياضي او لايف مثلا مدرب بتاع لايف كوتشنج او الكلام ده عشان يقدر ان هو يساعدني ان انا كنت المطبات اللي عدت عديت بيها ان انا امر بيها بشكل افضل. طبعا ان انا مش دور بتدخل لا مع الجهاز الفني ولا مع مين اللعيب اللي يلعب ولا مين اللعيب اللي ما يلعبش، مش بتاعتي. انا دوري بزيل الضغط النفسي اللي على اللعيب بحيث ان اللاعب ده يبقى جاهز للمدرب في اي وقت يختاره، بحيث ان لا يتاثر بالجمهور ولا يتاثر بفرقه ثانيه ولا يتاثر بكلمه اتقالت من هنا ولا من هنا. ده دوري انا كطبيب نفسي. طب حضرتك يا دكتور جمال، انا كنت بتكلم في حته الاهلي والناس بتتساءل ليه الاهلي، اشمعنى الاهلي بيجيب جوان في اخر دقائق؟ انت بتتفق معايا ان الاهلي بينجحوا بشكل كبير جدا ان هم يخلقوا طاقه او يكونوا طاقه ايجابيه في الملعب، ان هم عندهم هدف عايزين يحققوه لغايه اخر ثانيه فبيقدروا في معظم الاوقات ان هم يحققوه؟ دي يا فندم خلاص دي بيت المسج بتاعت النادي. هنا من اول كابتن محمود الخطيب لكابتن سيد عبد الحفيظ مستر الموسيماني كلهم خلاص خدوا الهدف ان النادي ده هيكسب في اي وقت. النادي الاهلي لا تامل له الا بعد المباراه بيوم زي ما بيقولوا. ان الاهلي ممكن يجيب جون في اي وقت من المباراه طالما لسه الحكم ما صفرش. فهنا بيت زي ما بيقولوا كده ايه، ايمان عند اللاعبين، ذريعه عندهم خلاص. بينا كلنا مقتنعين ان احنا ممكن نلعب لاخر لحظه ونجيب جون لاخر لحظه وهنحقق الهدف المرجو مننا في اخر لحظه. اوكي دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي بالاكاديميه الطبيه، بشكرك شكرا جزيلا العام.